أبناء الخليج يطلبون من المغاربة باش ماكرون يرجع لبلاده تيبكي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الرئيس ماكرون راح يحضر المباراة. هذا الرئيس عداوته الشديدة للإسلام والمسلمين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون موقفه المخزي في السماح بالرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوكم أهل المغرب إنكم تدخلون هذه المباراة بروح قتالية. هذا ماكرون يرجع بلاده وهو يجرجر أذيال الهزيمة. والقضية اللي ما عارفينش هاد الخليجيين هو أننا حنا راه أكثر وأكبر وتشبتا بهزيمة الفرنسيين لعدة أسباب ما لا داعي لذكرها، لأنه صراحة هذه تتبقى رياضة وسميتو، ولكن عندها أبعاد أخرى اللي ممكن تتاخدها في حالة ما انهزمتي. فاش تنهزم راه هما تياخدوها بهذيك الأبعاد اللي أنت كنتي تقول بلا ما ناخدها. شتي تخيل دروكا لو كان دروك حنا مثلا لنفرض الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ مثلا ننتصروا علينا، راه ما يسكتوش هذوك الفرنسيين، يقول لك واعي للمغرب كذا من هنا طق طق شادين فينا الهضه. وليني حنا بطبيعه الحال، وماشي غير هما، حتى ولادهم او دوك كيف تنقولوا السلف الخلف ديالهم اللي هما الجزائريين كاع ما يسكتوا، والله ما يسكتوا. اللي كاين بدا يقول ها ها ها، بدا يضحكوا علينا يقول لك الله شداتكم فرنسا كذا، صدقات لكم مع البرتغال، صدقات لكم مع الصبريين، صحاب لكم واش صدق لكم مع فرنسا. اسيدي حنا غادي نتقاتلوا وغادي ندابزوا وغادي نحاولوا ما امكننا نفوزوا، لانه ماشي ديما كتوصل للدومي فينال. فاش توصل للدومي فينال هذا تيدل على انه عندك واحد العقليه معينه، وبين راه انت واحد الانسان اللي هو مقاتل وباغي تحقق واحد لا سميتو. دابا راه خاصنا نعرفوا بانه راه حنا عندنا كاس العالم النسبه ديال 25%، الربع لان اربعه ديال الفراقي، كل فرقه عندها نسبه ديال 25%، وما تبدا غادي تبدا تطلع النسبه ديال الحصول ديالك ديال نسبه الحصول على كاس العالم. فاش توصل للنصف النصف النهائي راه كتكون عندك 25%، فاش توصل للنهائي قبل ما تلعبها راه كتكون عندك تقريبا 50% في النهايه، وغادي هكاك حتى تتشدو بحول الله وقوته. وحنا راه الدعوات ديال المغاربه كاملين مع اسميتو مع اللاعبين ديالنا بحول الله وقوته باش يديروا. واللي مهم كاع بزاف هو انه دابا الكاس ولا كاس العالم تقام في دوله عربيه، راه من احسن الاشياء اللي ممكن توقع هي انها تفوز به دوله عربيه. والله العظيم تيندموا علاش عطاو كاس العالم التنظيم ديالو لدولة عربية، غادي يندموا تيندم الزغب اللي في راسهم. واش فهمتيني؟ انهم هما دابا تيقولوا ودي لا راه فين ما لعبنا راه غادي نفوزوا به، سواء كمكسيك فين ما راه يخرج من اوروبا مشى للمكسيك راه كنا غنفوزوا به، ماشي كنا غنفوزوا به، المهم تأهلنا للتومون وتلعب عاوتاني في ميريكان، وكنا غنتأهلوا لو كان ما دارش عندنا هذوك الصبريون هذوك سميتو الكومبين. ما علينا، دابا تقام في دولة عربية ضروري ضروري اننا خص المغاربة يدير شوف يديروا اللي عليهم. حنا ماشي تنقولوا فوزوا لينا بكأس العالم، لا، حنا تنقول لهم ديروا اللي عليكم، كمال على الله الدعوة ديالنا معكم، والله سبحانه وتعالى اللي فيها الخير غادي يجيبها. غادي نتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا نفوزوا على فرنسا، وغادي نديروا ما في وسعنا ما في وسعنا حنا بعدا كشعب وكناس خلف المنتخب، غادي ندعيو معكم ونطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يوفقكم، وبحول الله وقوته غادي يوفقكم الله سبحانه وتعالى، لانه تنعرفوا بان الناس وكلهم شرفاء المغاربه واقفين معكم من طنجة للقويرة، والناس كذلك ومثال خارج المغرب. وراش نقول لكم، والله الا شتي الكره الارضيه تخربق ولا سلوكه وتخربقات تخربقات، وشتي شنو هو راه الناس دابا راه المغرب تجي التهاني من جميع اقطار العالم. واش تاجي دابا اللي واقع دابا المغرب من اشهار وكذا وكذا، راه كنت صرف عليه السياحه الملايير المملياره ديال الفلوس، ما يمكنش لها دير هاد الدعايه هادي، من مستحيل باش توصل لهذا المستوى ديال الدعايه. دابا راه فين ما مشيتي تويتر جميع مواقع التواصل الاجتماعي تتبادلوا الصور ديال الخريطة ديالنا كاملة، الصور ديال المغرب والراية المغربية، الصور ديال اللاعبين ديال المغرب، وبزاف ديال الناس عارفين هذوك الناس كيفاش تيحاولوا ما امكن انهم مثلا شي دولة لابات ولا شي حاجة تيبقاو يقراو عليها.
غادي يبداو يدخلوا يشوفوا شكون هو هذا المغرب، شكون هو الملك ديالو، واش ملكيه واش ماشي ملكيه، شكون الملك ديالو، شحال المساحه، شنو هي التاريخ ديالو، واش عنده شي سياحه، علاش تيعتمد، شنو هما المدن اللي ممكن يتزاروا فيه، شنو هو. غادي يبداو تيقراو عليه، غادي يوليو معلومات، غادي يوليو يعني بزاف ديال الحوايج. يعني انت دابا نشرتي الثقافه ديالك، نشرتي الثقافه ديالك بواحد الطريقه اللي مجرد انك تاهلتي للدومي فينال. فتخيل مثلا لنفرض تاهلتي ثاني للفينال، دابا راه هما تيهضروا على اربعه ديال الفرق اللي هي الارجنتين، كرواتيا، فرنسا، المغرب. وراه دابا هاد الاربعه هادو تيهضروا عليهم كاملين. تخيل دابا فاش غادي يطلعوا للفينال، غادي ينساو هادوك الجوج وغادي يبداو يهضروا على هادوك الجوج اللي غيلعبوا الفينال اللي هي المغرب وكرواتيا. وان شاء الله بحول الله في حاله ما فاز المغرب بالكاس، راه غادي يبداو يهضروا غير على المغرب، غادي يقولوا وراه ديك الساعه راه شتي شنو، غادي يولي الهم الشاغل عند الناس، ويعرفوا شكون هو هذا المغرب، ويعرفوا شكون هذا المغرب وكي دار، وتا حتى فاز بهذا الكاس، وشنو هي المجهودات اللي دار، واش صدقات ليه واش ما صدقات ليهش، بدا يحللوا. وبطبيعه الحال هضرنا حنا بزاف ديال المواضيع على هذه القضيه هذه، لان المغرب كانت عنده واحد الاستراتيجيه اللي هي من تقريبا من 2009 ولا 2000 فاش انشات، عندما انشئت ديك اكاديميه محمد السادس. ومن بعد راه داروا داك المركز ديال المعموره اللي كاين في اسم كيف معموره، ولا داك اللي تيتريني فيه المنتخب. وراه قال لك هذاك المركز راه احسن من احسن مركز في العالم من ناحيه التجهيزات ولا سوبرفيسي وداكشي اللي فيه، فيه اوطيلات، فيه في البيسينات، فيه الحوايج، فيه التريني، فيه دي الصال، فيه المهم فيه كل شيء. يعني المنتخبات، جميع المنتخبات والفئات العمريه اللي ممكن تتريني تما مثلا، تتلقى جميع الظروف لا الملائمه باش انها تستطع باش تحضر وتستعد في احسن الظروف. ف وراه هضر عليه هذاك خليل وزيش، هو فاش كان داروا مع داك استجواب فرنسا، دارت مع ديك جريده، دارت مع واحد اسمو، قال وما يسولوه، قال علاش هاد القفزه وقعت للمغرب والطفره، وقال لهم ودي راه المغرب راه انا ما فاش مشيت للمغرب، قال لهم راه داكشي اللي شفت بان المغرب عنده واحد النيه باش انه يعني يهز بهاد القطاع الرياضي، خاصه كره القدم. فبطبيعه الحال لان كان هناك رؤيه وسياسه اللي تتصب في هذا الاتجاه هذا، من اجل يعني باش هاد القضيه هذه ديال كره القدم خصها تكون قاطره من اجل جر باقي القطاعات. وراه كيف قلت لكم راه فيها بزاف ديال الايجابيات، منها العقليه، تغيير العقليه وتغيير. والمهم اخوان الخليجيين، كونوا يعني تنتوما سند لنا بالتشجيعات ديالكم وبسميتو عليه، وان شاء الله بيكون الخير بحول الله وقوته، بحول الله وقوته، والله يعاونهم. نستودع فريقنا الوطني، الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.